السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا، أرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. أما بالنسبة عن الخبر اللي معانا فهو خبر إصابة إدريس فتوحي ونقله إلى المستشفى. تلقى مدرب الأهلي جدة ضربة موجهة بإصابة أحد اللاعبين في الدقيقة الأولى من مباراة الفريق أمام التعاون في الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي اليوم السبت. وتعرض المغربي إدريس فتوحي لاعب الأهلي لإصابة قوية غادر على أثرها الملعب ليتوجه إلى المستشفى، تاركا مكانه البديل نوح الموسي خلال الدقيقة 11 من زمن المباراة التي تجمعهما اليوم. يسعى الأهلي لحصد 3 نقاط أمام التعاون من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بالوصول للنقطة 26 والتفوق على الهلال صاحب المركز الأول حاليا ب24 نقطة. بينما يحاول التعاون الحصول على نقطة المباراة الأهلي من أجل رفع رصيده، حيث يمتلك الفريق 14 نقطة من المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.